وفي كلماته أمام قمة جدة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تدعم شراكات مع البلدان التي تتبنى نظاما دوليا قائما على القوانين والقواعد. وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى شريكا نشطا للشرق الأوسط، مشيرا إلى أن طاولة الحوار في قمة جدة مليئة بالحلول. سنقدم مواردنا وإمكانتنا لدعم شركائنا والتحالف لحل المشكلة التي تواجه هذه المنطقة والعالم اليوم. إن الولايات المتحدة ترى بوضوح التحديات في الشرق الأوسط وأين توجد لنا قدرات على أن يكون هناك نتائج إيجابية. أهدافنا تسعى وتركز على تحقيق أهداف واقعية لنبني أهدافنا ونحقق الثقة ونقدم نتائج ونعمل في إطار الشرق الأوسط كما هو عليه اليوم، منطقة أكثر توحدا مما كانت عليه في أعوام كثيرة، ومجلس التعاون الخليجي هو نموذج رائع لهذا. وقد أسس الخصوم السابقين علاقات وهناك علاقات جديدة تتأسس، ويرى العالم مزيدا وزيدا من شرق أوسط ينفتح ويقدم الفرص.